السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده اقدم لك طريقه عمل متبل الكوسه بطريقه كويسه، يا رب تعجبك ان شاء الله. انا هعمله النهارده لما يبقى طعمه حلو، بيتعمل مشوي او الكوسه يعني تشويها او تديها صدمه زي ما انا هعمل كده يعني على النار، يا تشويها في الفرن يا انك ايه تشوحيها كده في الطاسه على النار. يبقى امتى اسلقها؟ لو سلقتها برضو بتجي نتيجه كويسه، بس الطعم ما بيبقاش زي الكوسه المشويه. تسلقيها لما تبقي مثلا عامله محشي كوسه وعينه القلب اللي هو بتاع الكوسه ده معيناه كله، فانت تقدري تستفيدي بيه انك ايه تعمليه برضو في الاكله دي اللي هو متبل الكوسه. فانت تاخدي القلب بتاع الكوسه وتسلقيه. انا هبتدي الاول تاخدي بقى كميات الكوسه اللي انت عايزاها اللي يريحك يعني. هبتدي اجرطها عشان بيبقى فيها رمل، وكمان القشره بتاعتها دي بتبقى سميكه معايا شويه اهي، مش عايزه تجرديها براحتك. انا هستعمل 4 وحدات. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب سكينه بس اشيل الراس بتاعها. انا هغسلها تاني. هبتدي بقى اقطعها شرايح بالطول يعني، او لو انت هتدخلها الفرن تقطعها حلقات. انا عشان يعني تعمل معايا وقت على طول هبتدي اقطعها شرايح بالطول. ما تنسيش ان انا بعد كده اضربها في الكبه، يعني مش تفرق معايا خالص حوار الشكل ده، يعني كده كده اساسا هتبقى مهروسه شرايح بالطول زي دي. نهيت حاجينا بقى في طاسه على النار، عندي طاسه عندي على النار شويه زيت حاجة بسيطة، إلا إنك تقدر تشوعلها ماشي، هتدخلها في الفرن في صينية ماشي. هبتدي بقى أحطها إيه جنب بعض كده أشوحها كلها. والكوسة يعني بيبقى أكترها مية، أنت لو تسلقيها مش هتستفيدي منها ومش هيبقى لها طعم زي المشوية أو حاجه. هنا عندي بقى لف على جنب تاني. خلاص هنا انا اهوت الكوسه جاهزه معايا، اقوم جايبه احطها في كبه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تهرسيها بشوكة هرسيها، بس هي في الكبة بتبقى احسن. معي هنا بقى شوية توم، وانا هقطعه بس كل فص نصين كده، حوالي 4 فصوص توم حسب الكمية اللي عندك اهو، 4 فصوص توم كبار. ومعي هنا شطة، هاخد جزء بسيط قوي اللي هو الجزء ده، ومعايا نص ليمونة، نص ليمونة تبقى عليها حلوة قوي برضو. ومعايا شوية طحينة، معايا شوية طحينة، معلقتين طحينة. في الطحينة انا حطيت طيب نص ليمونة، هحط خل، طالما في طحينة يبقى احط خل، شوية خل، شوية خل كده اهو برضو. ومعايا معلقة زبادي، بيديها طعم برضو جميل وبتبقى طرية على القلب. بصي اهو الشوية دول على الكمية برضو اللي انا عاملاها للكوسة. يبقى انا حطيت نص ليمونة، طحينة، شوية خل، توم، وايه تاني، وشطة، واحط دلوقتي شوية كمون. وعايزه تحط بقى رشه شطه حطي، انا حطيت شطه من اللي بتبقى خضره، وشويه زيت عادي. وطبعا رشه ملح. كل ده بقى اضربه عندي في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اشوف اهو
ابتدي بقى اقدمها لك. هقدمها في طبق زي ده. لو انت تقدري تعملي كميه زي دي وتحطها في علبه ثلاجه عندك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه عامله ازاي؟ عايزه تنعمها عن كده نعميها. انا ايه بحبها يعني تبقى كده. ابتدي بقى اقدمها. هبتدي بقى اسوي الطبق بتاعي. معايا اعمل حفرة في النص كده، اوزع الكوسة على الجوانب زي ما انت شايفة، وزينها بشرايح الخيار والطماطم، ومعايا برضو عود خضرة. والطماطم دي انا جايبة الجلد بس بتاعها مطمية، شلت القلب اللي جوه. ولو انا حابه ان انا احط شطه اجيب الشوكه واعمل بيها علامه كده، واقوم جايه رشه رشه شطه. وبعد كده اجيب زيت زيتون معايا احطه على الطبق، عليها من على الوش كده بتبقى حلوه. زي ما انت شايفه كده انا بعمل ايه. واحط تاني زيت زيتون على الوش برضو. كوسة ما شاء الله بتبقى طرية على القلب برضو، بتبقى حلوة. وده بيكون بقى شكل الطبق بتاعي، الشكل النهائي ليه كده. انا خلصت الجرنشة وتقديم الطبق، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.